أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس التربوية السورية، وهو بعنوان تمرينات ومسائل الوحدة الرابعة من كتاب الهندسة في مادة الرياضيات الجزء الثالث. أحبائي الطلبة، تعلمنا سابقا دروس في هذه الوحدة، وهي أولا تذكرة بالمجسمات، ثانيا الكرة، وثالثا مقاطع مجسمات. وأيضا تعلمنا تمرينات في هذه الوحدة في الجزء الأول والثاني. أما اليوم في الجزء الثالث نتابع في تمرينات هذه الوحدة. نأتي إلى التمرين التاسع. هنا لدينا A B C D E F G H متوازي مستطيلات، فيه A E. إذن AE هنا هو 5، و EF هو 6، وأيضا FG هو 6، و EF 7. I نقطة من الحرف FG، إذن I نقطة من الحرف FG تحقق أن IG يساوي 4، إذن IG يساوي 4 و FG يساوي 6. J نقطة من الحرف CG، إذن J نقطة من الحرف CG وتحقق أن GG يساوي 3.5. لدينا IGKL، إذن IGKL هو مقطع المجسم بمستوى يوازي الحرف AB. وهنا أحبائي الطلبة السؤال، ما طبيعة هذا المقطع؟ أولا سوف نتذكر المقطع الذي تعلمناه في الدرس. عندما نقطع متوازي المستطيلات بمستوين يمر من أحد الحروف ويوازي حرف ما، يكون الشكل هو مستطيل، وهذا المستطيل أحد بعدي هو يساوي بعد متوازي المستطيلات، والبعد الآخر يكون غير متساوي أحيانا. فهنا نجد أن المقطع دوما يكون مستطيل كما نرى في الشكل، كما نلاحظ. وهنا هذا المقطع يمر من الحرف LK ويوازي الحرف الثاني من هذا المستطيل. وأيضا عندما نقطع متوازي المستطيلات بمستوى يوازي أحد وجوهه ينتج لدينا شكل هو مستطيل، يكون طبوق على الوجه الذي يوازيه. إذن هنا نلاحظ أن الوجه الأزرق هو وجه يوازي الوجه الملون بالأخضر. والمطلوب هنا، المطلوب الأول كما نلاحظ، ما طبيعة هذا المقطع؟ كما تعلمنا في الدرس وتذكرنا الآن، نجد أن المقطع I G K L هو مستطيل، فهو يوازي أحد حروف المستطيل ويمر أيضا من JK أو LI. وهنا أيضا يقول جد بعدي. لإيجاد بعدي هذا المستطيل نحتاج إلى I J و LI، ولكن LI يوازي EF وبالتالي له نفس الطول، أي أن EF يساوي 7، يكون LI يساوي 7 أيضا. أما لحساب IJ فيمكن استعمال مبرهنة فيثاغورس، فنجد بحسب مبرهنة فيثاغورس يكون IJ مربع يساوي IG مربع زائد GJ مربع، وهذا يساوي 4 مربع زائد 3.5 مربع ويساوي 16 زائد 16.25، فيكون الناتج هو 28.25. وبالتالي يكون IJ هو جذر هذا المقدار كما نلاحظ على الشاشة. الآن نأتي إلى المطلوب الثاني. هنا يقول لي في المطلوب الثاني ارسم الشكل أو المقطع بأبعاده التامة. هنا أحبائي الطلبة
نعلم أن بعدي المستطيل هما هنا ال اي 7، وقد حسبنا اي جي ولاحظنا أن هذا البعد يحوي فاصلة، فليس من السهل رسم هذا البعد. لذلك يمكن أن نقوم بالرسم على الشكل الآتي. فنقوم برسم اي جي عن طريق رسم أولا اي جي زائد جي جي، فهنا الزاوية قائمة وهنا الطول 3.5 وأيضا هنا جي اي هو 4. ومن ثم نفتح الفرجار فتحة تساوي أولا 4 وثانيا 3.5. نرسم قوس يبعد عن الزاوية 4 أولا، ومن ثم نفتح الفرجار تساوي 3.5، ونرسم قوس آخر يبعد عن الزاوية 3.5. فنكون علمنا أضلاع المثلث. الآن نصل بين نقطتي تقاطع القوسين. الآن نكون حصلنا على البعد الأول للمستطيل. نأتي إلى البعد الثاني، وهنا نحتاج أن نرسم البعد الثاني بطول 7 سنتيمتر. نستعين بالقوس ونرسم مستقيم أولا، ونرسم أيضا مستقيم ثانيا يوازي. الآن نحتاج إلى طول 7 سنتيمتر، فنستعين بالفرجار ونفتح الفرجار فتحة تساوي 7 سنتيمتر، الآن نرسم قوس بطول 7 سنتيمتر وأيضا على المستقيم الآخر. الآن نصل النقطتين بالمسطرة فنحصل على المستطيل المطلوب. إذن لرسم هذا المستطيل ماذا فعلنا؟ رسمنا أولا المثلث القائم، هنا نلاحظ أن المثلث القائم المرسوم يمثل جي جي اي، وهذا المثلث لدينا طول ضلعه الأول 4 والثاني هو 3.5، ومن ثم حصلنا على الضلع الأول من ضلعي أو بعدي المستطيل، ومن ثم رسمنا بزاوية قائمة المستقيمين وعيننا طول 7 سنتيمتر على الجهتين بقوسين ووصلنا بينهما، فوجدنا أن المستطيل المطلوب هو هذا الشكل، وهذا يسمى اي جي كي ال. نأتي إلى السؤال العاشر. في السؤال العاشر الشكل المرافق يمثل أسطوانة دورانية ارتفاعها 7 سنتيمتر، إذا الارتفاع هو 7 سنتيمتر، ونصف قطر قاعدتها 3 سنتيمتر، إذا نصف القطر 3 سنتيمتر، ومركزا قاعدتيه O وO فتحة. A B C D هو مقطع هذه الأسطوانة بمستوين يوازي محورها O فتحة. إذا المستطيل الملون بالأزرق هو مقطع الأسطوانة بمستوين يوازي محور هذه الأسطوانة. أولا ما طبيعة هذا المقطع؟ وهنا نتذكر الدرس
ونتذكر مقطع اسطوانة. هنا أحبائي الطلبة لدينا اسطوانة ولدينا مقطع. هذه الاسطوانة بمستوين يوازي قاعدتيها، وبالتالي نلاحظ أن المقطع هنا هو دائرة تبوق على نصفي أو على القاعدتين قاعدتي الاسطوانة. وفي الحالة الثانية نقطع الاسطوانة بمستوين يوازي محورها، وبالتالي هنا نحصل على مستطيل بعداه، البعد الأول هو ارتفاع الاسطوانة، أما البعد الثاني فهو متغير. إذا كما نلاحظ أحبائي الطلبة أن الشكل هذا مستطيل ويمكن أن يتغير بعده الأول، أما البعد الثاني فهو الارتفاع كما نلاحظ. فهنا عندما يتغير المقطع يبقى الارتفاع ذاته ويبقى الشكل أيضا مستطيل. نعود إلى التمرين. هنا ما طبيعة هذا المقطع؟ كما تعلمنا الآن وشاهدنا أن هذا المقطع هو مستطيل، أحد بعديه ارتفاع الاسطوانة، أما البعد الآخر فهو متغير هنا. إذن ما طبيعة هذا المقطع؟ هو مستطيل. نعلم أن AOB 90 درجة، إذن لدينا من معطيات المسألة أن هذه الزاوية 90 درجة. ارسم هذا المقطع بأبعاده التامة. هنا لم يطلب مني حساب AB، لم يطلب مني حساب AB أي بعدي المستطيل، فنحن نعلم البعد الأول وهو الارتفاع أي 7 سنتيمتر، ولكن البعد الثاني لا نعلمه، لذلك يقول لي ارسم بأبعاده التامة دون معرفة AB. فهنا عند حساب AB نلاحظ أن AB يحوي أيضا فواصل، فليس من المجدي حساب هذا البعد. لذلك نقوم الآن برسم الأبعاد التامة للمستطيل. أولا نقوم برسم زاوية قائمة، والهدف هنا هو أن نرسم المثلث OAB أولا. نحدد على هذه الزاوية القائمة التي رسمناها بعدين وهو نصفي قطري الاسطوانة، وهنا ثلاثة. إذن نرسم بالفرجار فتحة تساوي، أو نفتح الفرجار فتحة تساوي ثلاثة، ونرسم القوسين. رسمنا القوس الأول بفتحة تساوي ثلاثة، والقوس الثاني أيضا بفتحة تساوي ثلاثة. الآن نعود لنصل بين النقطتين الناتجتين. نصل، فنكون قد رسمنا الآن المثلث OAB، ونحتاج إلى رسم AD وBC. فنرسم بزاوية قائمة بواسطة القوس البعدين. نرسم مستقيمين أولا، ومن ثم نأتي إلى الفرجار لتحديد بعد هو 7 سنتيمتر، ورسم قوس من نقطتي التقاطع، فنجد أن الناتج هو النقطتين الآتيتين: النقطة الأولى والنقطة الثانية. الآن نصل النقطتين الناتجتين بواسطة القلم والمسطرة، فنكون حصلنا على المستطيل المطلوب. وهنا أحبائي نعيد الخطوات على الشكل. أولا رسمنا
إذن أولا قمنا برسم المثلث OAB بواسطة الفرجار، أو يمكن أن نقول هنا B وهنا A لا فرق. فهنا بعد رسم OAB نقيم عمود وعمود آخر من نقطتي أو الرأسين، فنصل إلى بعدين هما 7، وهذا البعد هنا 3 وهذا 3، فيكون البعد الأول مستطيل هو هذا الشكل وهذا البعد الثاني، فنحصل على المستطيل المطلوب. نأتي إلى الطلب الثالث. هنا يقول أحبائي الطلبة احسب الطول AB. لحساب الطول بي أحبائي الطلبة نعلم أن هذا البعد 3 وهذا البعد 3، فنستعين بمبرهنة فيثاغورس لرسم أو لحساب AB، فنقول أن AB مربع يساوي AO مربع زائد OB مربع ويساوي 3 مربع زائد 3 مربع ويساوي 18، أي أن AB يساوي 3 جذر 2. نأتي إلى المسألة 11. الشكل المرافق C قرص دائري يمثل قاعدة أسطوانة دورانية، ارتفاعها هو 11، مركز هذه القاعدة هو النقطة O. H نقطة من C تحقق أن OH يساوي 6. إذن قاعدة الأسطوانة الدورانية لدينا AB يعامد أو مقطع يعامد OH، ويكون OB وOA أنصاف أقطار، وOH هنا 6، إذن OH 6 وAB لدينا يساوي 16، وبالتالي يمكن القول أن HB يساوي 8، إذن هذا البعد هو 8 وهذا البعد، إذن HO هو 6 و HB هو 8، ويقول لي احسب نصف قطر قاعدة الأسطوانة، وهذا بسيط جدا. بحسب مبرهنة فيثاغورس يمكن القول أن هذا المثلث قائم، فيكون OB يساوي OH مربع زائد HB مربع تحت الجذر. إذن لدينا المثلث قائم، فبحسب مبرهنة فيثاغورس يكون OA مربع يساوي OH مربع زائد HA مربع. وهنا بالتعويض نجد أن الناتج 36 زائد 64 وهذا يساوي 100، فيكون نصف قطر قاعدة الأسطوانة يساوي OA ويساوي 10 سنتيمتر. وبهذا نكون قد انتهينا من درس تمرينات ومسائل الوحدة الرابعة، الجزء الثالث من كتاب الهندسة في مادة الرياضيات لطلاب الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي. أشكركم أحبائي الطلبة على حسن المتابعة، مع الأمل أن نلتقي مجدداً.